أول ما نبتدئ به بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول ثانية باسم الآب والابن والروح والقدس إله واحد آمين. لو جمعنا أحرف هذه الكلمات لطابقت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لا فرق بينهما. أول ما نبتدئ أو أول ما أتكلم به أحني رأسي إجلالا واحتراما وإكبارا لشهدائنا الأبرار من عسكريين ومدنيين وحفظ أمن وأطفال ونساء وشيوخ. الدول الكبيرة وعلى رأسها أمريكا تتشدق بالديمقراطية، فأين الديمقراطية التي يتكلمون عنها وقد قامت أمريكا بغزو أفغانستان وقتلت أبنائه وشردت أهله ومن ثم اتجهت إلى العراق أيضا؟ لماذا؟ لا لحبا في العرب، بس حبا في البترول العربي فقط لا غير، ولا يهمهم الأمة العربية بأكملها. فإذا كانوا يتكلمون عن الديمقراطية فليسحبوا جيوشهم من العراق ومن أفغانستان ومن ليبيا. قال الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وسوريا بإذن الله منصورة إن شاء الله. كلمة ثانية أقولها إلى حكام السعودية الذين يتشدقون بالديمقراطية وهم كالمرأة التي تضع نجمة حمراء على دارها، يعني تبيع الهواء. كيف يتكلمون عن الديمقراطية ولا يسمحون للمرأة أن تسوق سيارة ولا أن تدخل البرلمان؟ وعندنا في سوريا المرأة نائبة الرئيس ووزيرة ومدرسة وإلى ما هنالك، لا فرق عندنا. ماذا أستطيع أن أقول؟ أحيي هذا الشعب الكريم وأحيي سيادة الرئيس بشار الأسد. كلمتي الأخيرة أقولها لكم، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الأمة خلق آدم عليه السلام فهو أبو البشرية، ومن ثم خلق سيدنا إبراهيم الخليل فهو أبو الأنبياء، وخلق عيسى عليه السلام وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أنه سبحانه وتعالى جعل لكل شيء رئيس. فسيد الطيور هو الصقر، وسيد الغابي هو الأسد، وسيد الوحوش هو الثور، وسيد الأيام والسنين شهر رمضان، وسيد الأيام يوم الجمعة، وسيد بني البشر الآن بشار حافظ الأسد. عاش السورية الأسد أبي، عاش السورية الأسد، عاش الأسد أبي.